سنأتي ونقف عندها. إن شاء الله. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تأليف محمد بن عبد الله النجدي، فهو من أئمة النجدية. لا 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 لا، من أئمة النجدية المكي، المتوفى 1295 من الهجرة، يعني لا يتجاوز جديد حدود 145-140 سنة. صحيح؟ نعم. وهو كان إمام الحنابلة في مكة وهو من علماء النجد. انظروا ماذا يقول عن محمد بن عبد الوهاب. هذا خارج الخط. نعم نعم نعم. انظروا ماذا يقول. يقول عبد الوهاب يترجم لأبيه، يقول قرأ في الفقه على أبيه. عبد الوهاب قرأ على أبيه. على أبيه. توفي سنة 1153 منه عبد الوهاب. عبد الوهاب. أب لمحمد. أبو محمد. وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق. التفت التعابير. لكن شررها. بينه. بلي بلي. بلي شررها. لكن بينهما تباين. مع أن محمدا لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده. وأخبرني من يقول إمام الحنابلة في مكة في ذلك الزمان، وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عن من عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا، أنه كان غضبانا على ولده محمد لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه، كان أمي لم يدرس، ويتفرس فيه منه الأب يتفرس في ابنه أن يحدث منه أمر، يوجد محدثات مبدع ابتداع. فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر. الأب يقول في حقي ابنه. فقدر الله أن صار ما صار، وكذلك ابنه سليمان أخو الشيخ محمد أيضا كان على خلاف مع من؟ مع محمد. كان منافيا له في دعوته، ورد عليه جيدا بالآيات والآثار لكون المردود عليه، يعني محمد بن عبد الوهاب، لا يقبل سواهما إلا الآب، ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدما أو متأخرا كائنا من كان غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم. فهو ماذا؟ قلنا إما حسن أو سيء لهذا، فإنه يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل. ثم يقول أن أخاه كتب كتابا في الرد عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، وسلمه الله من شره. شر من؟ شر محمد. محمد ومكره مع تلك الصولة الهائلة التي أرعبت الأباعد، فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا لقوله بتكفير من خالفه. مجرد أن تخالف، بمجرد أن تخالف. وهذا يقول عن أخو محمد أنه سلمه. ثم بعد الوقت تقريبا انتهى. ثم يقول هيئ المقدمات لقتله في المسجد. لا حول الله. هسه الآن تتم نستكمل.